أخبار الرياضة، أهلا بكم. اقترح مسؤول نهضة بركان لكرة قدم على البلجيكي هوغو بروس راتبا شهريا محددا في 20,000 يورو شهريا لخلاف طارق سكيتيوي في منصبه بعد استقالته يوم السبت الماضي مباشرة بعد الهزيمة ضد الجيش الملكي برسم الجولة 9 من البطولة الاحترافية. وكشف مصدر مسؤول أن مسيري نهضة بركان لكرة قدم ينتظرون قرار نهائي للمدرب البلجيكي الذي طلب مهلة للتفكير قبل حسم في قراره، إذ اتصل بمواطنه سيفن فان دين بروك مدرب الجيش الملكي لاستفساره عن ظروف العمل بالمغرب وكذا عن الإمكانيات التي يتوفر عليها ممثل الشرق نهضة بركان. وكان الإطار الوطني أحمد العمول قد قاد نهضة بركان إلى تدشين حملة الدفاع اللقبيه في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية كاف بالفوز على منافسيه نبصستار الزامبي بنتيجة 2-0. إلى اللقاء.